السلطة الفلسطينية يعني أن يعني هذه تنجح وأن تكون وعود أوباما وعود تعطيه وجه لأوباما فيما يتعلق بالدورة الثانية انتخابه. طيب هذه صفقة ستصرف بالسياسة برأيك. على كل حال اسمح لي أبقى في الإطار لكن عبر الهاتف الآن والدكتور رياض قهوجي مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري. دكتور قهوجي مساء الخير. يا مساء النور. أهلا أهلا وسهلا بك. اسمح لي أتوقف معك يا دكتور قهوجي عند يعني عند التحليل العسكري لهذه القبة. بحسب الخبراء العسكريين القبة تتمكن من إسقاط الصواريخ، نتحدث عن صواريخ قصيرة المدى، تتراوح بين 5 كيلومتر و70 كيلومتر من مواقع إطلاقها. هل هذا الأمر كما ذكر وكما يذكر محللون عسكريون يعني يغير كثيرا في الوضعية الاستراتيجية للقوات الإسرائيلية سواء تحدثنا عن شمال فلسطين أو جنوب فلسطين؟ طبعا في حال أثبتت هذه المنظومة نجاحها في أرض المعركة. حتى الآن هذه منظومة جديدة جدا لم تستخدم في أي حرب واقعية، وإنما تستند حتى الآن على تجارب أجريت في نطاق محدود جدا وليس في واقع أرض معركة قد تشهد إطلاق كميات كبيرة من الصواريخ بآن واحد على منطقة هدف واحدة. نعم. فإذا أثبتت هذه المنظومة نجاحها باعتراض مجموعة صواريخ في آن واحد حينها تكون طبعا هذه المنظومة قد أحدثت نوعا من يعني تغيير في موازين التهديد الأمني القائم حاليا. طيب على كل حال يعني هناك أكثر من سؤال يتعلق بالتحليل العسكري لهذه المنظومة، مدى فعالية هذه المنظومة، مع أن القيادة العسكرية الإسرائيلية وخصوصا قائد سلاح الجو القائد الجوي لم يعطيها الأهمية الكافية نظرا لما قد ينتظر هذا الكيان من كثافة إطلاق صواريخ. على كل حال نقطة تبحث. ابقى معنا دكتور قهوجي، سأعود إليك لنطرح بعض الأسئلة المتعلقة بالجانب العسكري. حضرة العميد أعود إليك وأعود إليك لنحلل أيضا في المواقف. هل أولا كشف قرار التمويل للقبة الحديدية، لنتحدث عن لعبة التوتر الظاهري هنا وأنت بدأت ربما بهذا الموقف، بين أوباما وبين حكومة نتنياهو، أم هذه هي استراتيجية يعني حتى لا نقلل من أهمية التعاون الاستراتيجي والأمني طبيعي بين الطرفين؟ لا شك كل الإدارات الأمريكية ملتزمة بأمن إسرائيل، هذا هذه ثابتة لا يمكن الجدال فيها، ولكن هناك مقاربات مختلفة للإدارات الأمريكية تجاه الوضع في المنطقة. الكل يلتزم بأمن إسرائيل ولكن البعض يلتزم بالأمن الإسرائيلي وبمصالح إسرائيل بغض النظر عن المصالح الأمريكية. يعني أحيانا قد يحلل أن المصلحة الإسرائيلية تخدم بالنتيجة المصلحة الأمريكية وهو يقدم المصلحة الإسرائيلية على ما عداها كما حصل مع إدارة بوش، هذا الأمر حاسم. أما مع إدارة أوباما دون شك قد يكون لدى الرئيس أوباما نية طيبة في موضوع السلام، ولكن مقاربة هذا السلام من خلال ما حصل عندما طرح يعني ببرنامجه الانتخابي طرح مقاربة جديدة للسلام ووعد أنه بحل المشكلة الفلسطينية النزاع العربي الإسرائيلي خلال فترة ولايته. ما هو مضى سنتين تقريبا لم يتحقق ولم يحصل شيء. طبعا بعد يعني عندما أعلن عن بدء الخطوات باتجاه السلام وأرسل ميتشل وأرسل بايدن على المنطقة الإدارة الإسرائيلية لم تبدي أي تجاوب، بالعكس عند زيارة نائب الرئيس الأخيرة إلى إسرائيل أعلنت إسرائيل عن بدء عملية الاستيطان. الإدارة الحالية من خلال الضغوط التي تمارس عليها من خلال اللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة ومن خلال مجلسي النواب يعني مؤيدي إسرائيل في مجلسي النواب والشيوخ إسرائيل يحاول أن يقدم أوباما يحاول أن يقدم شهادة حسن سلوك أنه أنا ألتزم بأمن إسرائيل، أنا أقدم لإسرائيل كل ما تريد إلى المفاوضات، ولكن هذا الأمر يقطف منها شيئا بالسياسة. هو يريد كما ذكر ولكن النتيجة مع إسرائيل والتجارب مع إسرائيل التجارب أثبتت أن إسرائيل طالما إسرائيل قوية وطالما أن مفهوم الردع الإسرائيلي ثابت وقوي إسرائيل لن تذهب إلى السلام. ليبرمان أعلن مؤخرا أنهم يريدون منا أن نعيد الجولان إلى سوريا. سوريا عاجزة عن الحرب فلماذا نعطيها الجولان؟ إذا كانت الدول العربية عاجزة والردع الإسرائيلي
يعني يفعل فعله وهو حاسم، إسرائيل لم تقدم أي تنازلات خاصة مع هذه الإدارة. إذن أما قضية التمويل تخدم عملية السلام فهذه هذه هرطقة، لأن إسرائيل إذا توفر لها الغطاء وزالت الخشية من الحرب، إسرائيل حاليا تخشى الحرب لأن مفهوم الردع مهتز. إذا زال مفهوم الردع، إذا سقط مفهوم الردع، إسرائيل تذهب إلى الحرب. يعني القضية لا تخدم السلام، تخدم الحرب. على كل حال يعني هي لم تقل مجانا هذه العبارة، قيلت هناك اعتبارات سياسية تتحكم الآن بالإدارة الأمريكية، إدارة أوباما تحديدا، من أن ما يحصل لا يخربط عملية السلام إنما يخدمها. هذه هي وجهة النظر الأمريكية، سنناقشها. لكن لأعود الآن إلى دكتور قهوجي مجددا. دكتور قهوجي، المراسل العسكري لصحيفة هآرتس يعني بالحديث عن هذه الصفقة يتحدث عن ضرورة توفير بطارية لحماية المستوطنات المحيطة بغزة والقرى القريبة من الحدود اللبنانية، مع تجنيد وحدات خاصة للدفاع الجوي. هل يعني برأيك هناك إشكالية في القدرة العملانية بالنسبة للقوات الإسرائيلية؟ لا، يعني هناك أهداف يعني أو أسباب عسكرية لهذا التقدير. يعني من ناحية هناك موضوع هل هذه المنظومة فعالة وهل يجب عليهم الإنفاق هذا الكم عليها، أم هذه النفقات يجب أن تذهب إلى مشاريع أخرى. كما نعلم هناك أيضا منافسة حادة بين شركات إسرائيلية وشركات أمريكية على منظومات متنوعة. يعني القبة الحديدية كان ينافس نظام آخر يسمى مقلاع داوود، وأيضا هناك ما يعرف بمنظومة الدفاع الصاروخي الباليستي، وأيضا التركيز على دعم القوات الجوية. فهناك نوع من منافسة بين هذه الوحدات والقطاعات على خصصها من هذه المساعدات الأمريكية وأولوية كل منها. في المساعدات الأمريكية لإسرائيل لهذا العام لم يكن ملحوظا أي مبلغ لدفاعات صاروخية قصيرة المدى، ولهذا السبب يخدم اليوم الرئيس أوباما على طلب مساعدة خاصة. مساعدة خاصة، وأيضا لها هدف. يعني طلبها بهذا الشكل إنما يظهر على أن إسرائيل تواجه تهديد كبير جدا. طيب اسمح لي اسمح لي ابقى بالنقاط بالنقطه التقنيه معك. اولا، هل قبل ان تغادرنا، هل نوعيه الصواريخ التي تمتلكها دول المنطقه ومنظمات المقاومه، سواء تحدثنا حماس او حزب الله التي ذكرها الرئيس الامريكي، هل برايك ستكون معرضه للسقوط قبل وصولها الى الهدف، ام هي يعني ايضا ادخلت نظام القبه الحديديه في حساباتها؟ إذا كانت هذه المنظومة بالفعالية التي يتم التحدث عنها من قبل الإسرائيليين وبعض الصناعيين الأمنيين الغربيين، فسيكون هناك عدد من هذه الصور.